بختك يا قلبي رأيت الجمال حبيبي وعناية لو في وسط مية لله لله اسرح لله لله روح لله لله يا محسنين الغرام لله. سنة 1934 بيتنشر إعلان في الجرايد لشاب صغير عنده 16 سنة عايز فرصة يثبت فيها نفسه. الشاب بيقول عن نفسه: اسمي فوزي حبس الحلو، أسمر اللون، صغير الوجه، ذي عينين عسليتين، كستنائي الشعر، شعري مكركت، نحيف القوام، طولي 172 سنتي، عرض أكتافي 44 سنتي، وزني 61 كيلو، وعمري 16 سنة وستة أشهر. مطرب ذو صوت رخيم يعرف العربية ويفهم الإنجليزية ويجيد لعبات كرة القدم والألعاب السويدية ويميل لتمثيل الدراما والروايات الغنائية والاستعراضية. يا ترى محدش خد باله من الولد ده؟ بس بعدها بشوية هنعرفه كواحد من أهم المطربين والملحنين في تاريخ مصر بعد ما يغير اسمه من فوزي حبس الحلو لمحمد فوزي ويعمل عملية تجميل في شفته الفوقانية عشان يبقى محمد فوزي صاحب قصة النجاح العريضة والمرض النادر. القصة اللي لما تسمعها هتبكي عليه وعلى مصيره. حلقتنا النهاردة عن شحات الغرام وأستاذه محمد فوزي. لكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم كل جديد من قناتنا. اتولد محمد فوزي عبد العال حبس الحلو في 19 أغسطس سنة 1918 في شارع الشيخ صباح في قرية كفر أبو جندي على بعد 6 كيلو من مركز أطور بمحافظة الغربية. الأب كان فلاح وصوته حلو، بيقرأ قرآن وبيأدي تواشيح لكن على سبيل الهواية مش الاحتراف، والأم ست بيت اسمها رؤية محمد نسيمي، وهي كانت الزوجة تالتة لعبد العال حبس الحلو وخلفت منه 5، كلهم أسمائهم مركبة، وهم محمد فوزي وخديجة الحرية وجمالات بهيجة اللي هتبقى هدى سلطان بعد كده، وأحمد نظمي وزينب عواطف اللي هتبقى هند علام. الأب بالرغم من الخلفة الكتير لكنه كان ميسور الحال وعنده عزبة 160 فدان في قرية بوريق في طنطا. الأب كان متعود ياخد ولاده يسمعوا الذكر في مولد السيد البدوي، وكان الأب كمان بيعزف على العود، فطلع الولد متعلق بالمزيكا والألحان من هو صغير. اتعلم فوزي القرآن في كتاب الشيخ أبو زيد، ومدرس اللغة العربية بتاعه كان أول اللي انتبه لموهبته وصوته، وبدأ ان هو يكتب له زجل عشان فوزي يقوله في المدرسة لحد ما بقى اشهر واحد في مدرسته. والشهرة دي ما كانش سببها المزيكا بس، لا ده كمان كان لاعب كورة جامد قوي وكان رئيس فرقة الكورة في المدرسة، وبيروحوا يلعبوا الفرق التانية في الغربية وكان بعد الماتشات يغني لهم، لحد ما عباس الخردلي مدرس التاريخ والجغرافيا في مدرسته نصحه يتعلم العزف على العود ودله على صول في المطافي اسمه محمد الخربتلي، كان شاطر قوي في تعليم العود والنوتة الموسيقية، وهنا بيبدأ كل شيء. فعلا اتعلم فوزي العزف على العود من الخربتلي وفضل يغني في حديقة المنتزه وفي احتفالات المدينة بمولد السيد البدوي، واللي من طنطا عارف يعني ايه احتفالات السيد البدوي كويس. وبعد ما خلص التعليم الاساسي قرر فوزي يلتحق بمعهد فؤاد الاول للموسيقى في القاهرة، وده طبعا ما جاش على هوا ابوه اللي قرر يقطعه ويحرمه من المصروف، علشان كده كانت امه بتدي لاخته جمالات بهيجة جنيه تنزله له في البوسطة، يعني تبعته له في البريد، وده رقم يعكس لك ان الاسرة كانت ميسورة جدا. لكن فوزي اللي سحرته القاهرة قرر ما يسيبهاش غير وهو حاجة، ما استمرش في الدراسة في المعهد وبدأ يشتغل بإيده وسنانه، شمر ونزل في سوق العمل، سوق بجد يبين الموهوب اللي بجد من اللي واخد الموضوع قفل دماغ. أول ما جه فوزي مصر سكن في بيت في حي التوفيقية عبارة عن شقة كانت بتاعة رقاصة عجوزة وكانت كبرت في السن، وقررت تأجر أوض شقتها للفنانين الشباب، وكانت بتعطف على فوزي، يعني كان أوقات كتير يتأخر في الإيجار ماشي، يولع كهربا ماشي، وفوزي كان دايما شايف إنها بتعطف عليه زي ابنها وكان بيبادلها اللطف ده بلطف اكتر. ظروف فوزي في الفتره دي كانت صعبه جدا لدرجه انه كان بياكل بسبوسه وكنافه الثلاث وجبات. معلش ثواني، انت منين بتقول انه كان فقير ومنين بتقول انه بياكل بسبوسه وكنافه؟ الحقيقه ان المحل اللي قدام الشقه كان بيبيع بسبوسه وكنافه بس، وهو الوحيد في المنطقه اللي كان بيقبل انه يبيع شكوك. وفي يوم كانت الشقه فاضيه والشيطان كان شاطر جدا ولقى فوزي الست دخلت عليه الاوضه وهو نايم وقفلت الباب ونزلت فيه بوس، حاول يقاومها وجري ناحيه الباب لقى مقفول لكنه نط من الشباك
الشباك، واللي انقذه انه كان في الدور الاول علشان ترميله هدومه في الشارع وهي بترطم بشتايم من المنقي خيار. بعدها قرر فوزي انه يشتغل في ملهى ليلي ملك الاختين رتيبه وانصاف رشدي، وحقق نجاح كويس فيه وكان بيغني وبيلحن. وساعتها خدت بالها منه بديعه مصابني. بديعه مصابني دي كانت زي كشاف اللعيبه اللي تشاور عليه يبقى مفيش زيه في النجوميه، وكل اللي شاورت عليهم بقوا نجوم كبار جدا. صاله بديعه مصابني كانت اشبه بالمدرسه، مدرسه بيتقابل فيها الموهوبين في كل مجال. وفوزي عندها اتعرف على فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب والملحن العبقري محمود الشريف واسماعيل ياسين وتحيه كاريوكا وغيرهم كتير، وكان بيغني وبيلحن اسكتشات للفرقه ولحن لاسماعيل ياسين وقتها. ساعتها صديقه فريد الأطرش قدم في الاذاعه المصريه عشان يعتمدوه كمطرب وملحن، والاذاعه اعتمدته. فمحمد فوزي بعدها بسنتين قرر انه يدخل الاذاعه زي فريد، ولكن اللجنه اللي بتختبره نجحته كملحن وسقطته كمطرب. بديعه مصابني في الوقت ده كانت حاطه قاعده ممنوع مانعا باتا اي اتنين في الكازينو يحبوا بعض علشان الناس تركز في شغلها، واي حد يخالف الموضوع ده يطلع بره فورا مهما كان هو مين. وحصل المحظور ساعتها، ووقع الشاب محمد فوزي في حب رقاصه شغاله معاه في كازينو بديعه، وكانت ساكنه معاه في كازينو في شارع عماد الدين. فوزي حب البنت والبنت شغلته، فبديعه خدت بالها ان فوزي لا بيلحن ولا بيغني وعرفت قصه حبه، فطردت البنت من الكازينو علشانه، وهو كمان حبا فيها ساب الكازينو وانتهت قصتهم بلا حب ولا جواز علشان يبدا فوزي قصه جديده في حياته، وهي قصه السينما. السينما اللي خلدته كاهم مطرب اشتغل في السينما على مر التاريخ. لما ساب فوزي فرقه بديعه جاله عرض ساحر، وهو انه يمثل مسرحيه شهرزاد لسيد درويش اهم مطرب في مصر وقتها، وده الوحيد اللي ام كلثوم عملت معاه دويتو. ابراهيم غاب ساعتها فجابوا فوزي يحل بداله يغني ويمثل، ولكن محمد فوزي لما وقف على المسرح بلم، والجمهور طبعا ما رحمهوش. ساعتها اختفى وبعد لحد ما جاله عرض من فاطمه رشدي علشان يمثل ويغني في فرقتها. عرض في حالته دي كان زي طوق نجاه. بتيجي سنه 1944 ويعرض عليه يوسف بيك وهبي يمثل في السينما في فيلم اسمه سيف الجلاد، ويغني كمان اغنيتين من الحانه، وده كان بترشيح من عائله راتب. وساعتها يوسف وهبي حط له شرط واحد بس، انه يخلي اسمه محمد فوزي بدل حبس الحلو، ووافق فوزي وبقى من لحظتها اسمه محمد فوزي. وعلى افيش الفيلم هتلاقي صوره لمحمد فوزي اللي ظهر فيها بشنب وشف عليا مفلطحه. اتعرض الفيلم ونجح جدا، وشاف وقتها المخرج محمد كريم اللي كان بيدور على وجه جديد يعمل معاه بطوله فيلم اصحاب السعاده مع المطربه رجاء عبده مطربه البوسطجيه اشتكوا، وعجبوا فوزي جدا، بس كان ليه شرط، وانه يعمل عمليه تجميل في شفته ويحلق شنبه. وساعتها فوزي سمع الكلام علشان يظهر فوزي بالشكل اللي اتعودنا عليه في كل افلامه اللي هنشوفها بعد كده. الفيلم مش بس نجح، ده كسر الدنيا ساعتها، وبقى محمد فوزي اشهر ممثل ومطرب في مصر علشان ينطلق في افلام مجد ودموع وعدو المراه وقبلني يا ابي وعروسه البحر وصباح الخير والعقل في اجازه. ومن شده نجاحه ياسس محمد فوزي سنه 1947 شركه انتاج خاصه بيه تنتج افلامه، وتحقق ساعتها ارقام كبيره جدا. جمال محمد فوزي كان انه راح لحتت محدش راح لها قبله، زي اغاني الاطفال واغنيه زي ماما زمانها جايه اللي هتعيش قد عمرها 100 عمر تاني، واغاني وطنيه كتير بتغني للبلد مش للحاكم زي بلدي احببتك يا بلدي، واغاني دينيه زي الهي ما اعدلك، وجرب اشكال جديده من الغنى زي الاكابيلا زي اغنيه كلمني طمني، وهي اغنيه من غير الات واللي بيعمل صوت الالات فيها كانوا بني ادمين. مع بدايه شهره محمد فوزي قرر انه يسكن في شقه حلوه في حي السكاكيني، وكان قدامه في الشقة راجل اسكندراني اسمه عبد المحسن، ساب اسكندرية وجي القاهرة لما عرف ان روميل هيغزو اسكندرية. الاستاذ عبد المحسن كان ليه 3 بنات، الوسطانية اسمها هداية حبها محمد فوزي وكان عمرها 16 سنة، واتجوزها وخلف منها 3 اولاد، هما محمد نبيل اسمه مركب وده اتخرج من كلية الهندسة ودخل القوات المسلحة لحد ما بقى لواء مهندس ومات سنة 2009، والتاني كان سمير وده كان رجل اعمال ومات في هولندا، والتالت وده الوحيد اللي على قيد الحياة هو الدكتور منير وهو أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس. فضل الجواز مستمر لست سنين، فوزي حبها وألف لها مقطوعة موسيقية اسمها هداية، وفضلت العلاقة سمنة على العسل لحد ما جه في يوم قال لها أنا هتجوز مديحة يسري، فقالت له الله يوفقك ولكن أنا هتطلق، وقالت له كمان حتى لو ما كملتش مع مديحة يسري أنا هطلق لأنك فكرت تتجوز بواحدة تانية عليا. وقع محمد فوزي في حب مديحة يسري لما مثلوا مع بعض، وعمل معاها 7 أفلام وخلف منها
بنت اسمها وفاء. وفاء ماتت وهي عندها شهور، رغم ان فوزي سافر يعالجها في سويسرا، ولكنها للاسف ماتت. وخلف من مديحة ولد تاني اسمه عمرو. عمرو كان شبه ابوه جدا وكان بطل رياضي، ومات في حادثه في طريق المطار واتقلبت العربيه بيه ومات جواها. اتجوز فوزي للمره الثالثه من كريمه فاتنه المعادي، واللي لو شفت فيلم حلاق السيدات لعبد السلام النابلسي فهي كانت البطله اللي هيتجوزها النابلسي، واشترط عليها تبطيل تمثيل لما اتجوزها، ولانها كانت بتعشق محمد فوزي وافقت. سنه 1956 جه اتنين من المسؤولين الجزائريين يقابلوا محمد فوزي علشان يلحن النشيد الجزائري الجديد اللي كتب كلماته مفدي زكريا شاعر الثورة، واللي كتب قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا في حياة أو ممات. محمد أبو الفتوح رئيس القسم المغربي في الإذاعة المصرية اعترض على اختيار فوزي وقال لهم يا جماعة ده ملحن أغاني خفيفة. ففوزي خد الأمر بتحدي وعمل لحن لسه عايش لغاية دلوقتي، لحن بيهز كل جزائري من جواه لما بيسمعه، لحن رفض ياخد عليه محمد فوزي تمن دعما لصوار الجزائر، ولما أصروا يدوه الفلوس قال لهم لن تقدروا على دفع ثمن تلحيني لنشيدي قسما، ما رأيكم في أن يكون مهر انتسابي لهذه الثورة العظيمة؟ لن آخذ شيئا فهو هدية لإخواني في الجزائر. علشان كده سموا معهد الموسيقى في الجزائر بمعهد محمد فوزي، وعلشان كده كمان في سنة 2007 منحت محمد فوزي وسام الاستحقاق الوطني واستلم الوسام ابنه. بتيجي اللحظات الأخيرة في حياة محمد فوزي مع تأسيس شركة مصر فون سنة 1958، وهي أول شركة مصرية لتسجيل الاسطوانات في مصر، وقبلها كانت الشركات بتسجل الاسطوانات كلها في الخارج. كان سعر تسجيل الاسطوانة برا مصر ساعتها هو 90 قرش، وكان بالعملة الصعبة، بينما اسطوانة فوزي كانت بتتسجل ب 35 قرش وبتتسجل على الناحيتين كمان. لكن الثورة اللي حصلت في مصر حسبت محمد فوزي على فريق محمد نجيب اللي كان فوزي صديق ليه، فقررت تأمم الشركة. وفي يوم من الأيام راح محمد فوزي لشغله، فدخل لقى ضابط قاعد على مكتبه وحاطط رجله على المكتب في وش محمد فوزي وقال له مبروك احنا أممنا شركتك وعيناك موظف فيها. ولقى مكتبه بقى مكتب صغير جدا جنب البوفيه. ما استحملش فوزي اللي شافه وبدأ رحلته مع المرض. في كتابه محمد فوزي الوثائق الخاصة بيحكي أشرف غريب قصة تأميم شركة فوزي، وبيقول إن محمد فوزي اتعاملوا معاه على إنه عدو للثورة لأنه ملوش أي أغنية بتمجد في أفراد الثورة، بل كل أغانيه كانت حبا في مصر نفسها. دخل فوزي ساعتها في حالة اكتئاب حادة، وبدأ وزنه يقل ويقل وشغله كمان كان بيقل. وبعد التأميم سنة 1961 ما عملش ولا فيلم، وكان آخر أفلامه سنة 1959 فيلم كل دقة في قلبي. سافر محمد فوزي للندن مع مراته كريمة سنة 1965، وهناك اكتشفوا انه عنده مرض كل المصابين في العالم بيه هم 6 افراد بس، علشان يرجع مصر تاني والمرض يزيد عليه فيسافر لألمانيا. وهناك المستشفى طلعت بيان قالت فيه انهم لا عارفين ايه هو مرض فوزي ولا ازاي يتصاب بيه ولا ازاي يتعالج منه، وكل المصابين بيه في العالم ساعتها كانوا 4 وفوزي كان 5، فسموه مرض فوزي. وصل وزنه ساعتها ل 36 كيلو، وده يعتبر وزن طفل في اولى ابتدائي. بعدين هيكتشفوا ان مرض فوزي هو مرض نادر جدا اسمه تليف الغشاء البريتوني الخلفي، ودخل في دوامة المرض، دوامة هدوا فيها ان الدولة اممت شركته وكمان شركة بهنا اللي كانت بتوزع افلامه بعد ما كلب مستحقاته عليه وقالت عليه ممثل فاشل. بعد ما عمل معاهم عشرات الافلام اكتشفوا بعد مرضه انه كان ممثل فاشل، وحاولت تحيه كاريوكا والموسيقار علي اسماعيل وفريد الاطرش ومحمد عبد الوهاب يجيبوا لفوزي علاج على نفقه الدوله، لكن السلطه كانت مطنشه وبترد ان فوزي راجل غني ويقدر يصرف على نفسه. وساعتها بمساعده هدى سلطان وجوزها فريد شوقي بالسفر لالمانيا بعد ما نصحوه بدكتور اسمه فارو اشهر دكتور في العالم وقتها، وده قال له بصراحه انا ما اقدرش اعالج مرضك لانه ملوش علاج، انا ممكن بس اخفف عنك الالم ساعتها. وفي الوقت ده اضطر فوزي انه يشكر في رجال الدولة يوليو ويقول تصريحات يمجد فيهم. وقتها ام كلثوم اتدخلت وجابت له قرار علاج على نفقة الدولة، ولكن القرار كان بتحمل 50% من العلاج بس وبدون مرافق، وكأن الدولة بتطلع لسانها الفوزي شخص عنده مرض نادر وغير قادر على الحركة، فانت تطلع له قرار علاجي ب 50% ومن غير مرافق. ساعتها ظهر امل اخير لفوزي في العلاج في المستشفى البحرية بامريكا، بس كانت ال 50% اللي حددتها الدولة خلصت. ووقتها كانت تحية كاريوكا وفريد الأطرش
مطرش في حفل في السفارة اليوغسلافية، وكان فيه كبار المسؤولين زي عبد القادر حاتم وزير الإرشاد، فقالت له تحية كاريوكا الراجل بيموت وفي أمل لسفره في أمريكا، فرد عليها بكل لا مبالاة وقال لها نبقى نشوف. فانفجرت تحية فيه وقالت له أنتوا بتعملوا في الراجل كده ليه؟ هو كان قتل لكم قتيل ولا إيه؟ ساعتها تحية لقت إيد على كتفها، بتبص لقيته شعراوي جمعة وزير الداخلية، وقال لها بنبرة حاسمة يا تحية بلاش الكلام ده، ما تجيبيش لنفسك مشاكل أنت مش قدها. ساعتها فريد الأطرش الراجل العظيم قال لهم لو الدولة مش هتتحمل علاج محمد فوزي هو هيتكفل بعلاجه كنوع من الإحراج يعني، وفعلا اتصل بالمحامي بتاعه محمود لطفي علشان يحول لحساب فوزي فلوس السفر على حسابه. محمود لطفي عرف أم كلثوم بكل اللي حصل ما بين فريد والوزيرين وتحية. تاني يوم راحت تحية تقابل الرئيس، فسامي شرف طلب يعرف ليه، قالت له علشان مرض محمد فوزي، قال لها الرئيس مش فاضي شوية، وجات أم كلثوم وعلت صوتها وقالت له لو ما دخلتنيش للرئيس هقول له إنك منعتني، فدخلها فعلا الرئيس وفي 5 دقايق صدر قرار لعلاج محمد فوزي على نفقة الدولة وبمرافق. وطلعت من مكتب عبد الناصر وكلمت هدى سلطان تروح تجيب علاج فوزي من شعراوي جمعة وزير الداخلية، لكن شعراوي جمعة رفض يقابلها وقال لها مدير مكتبه القرار هياخد نص ساعة وقد كان، لكن فوزي كان للأسف وصل رحلة اللا عودة ودخل في غيبوبة بداية من 15 أكتوبر سنة 1966 وفاء يوم 20، وطلب من مراته يشوف ولاده كلهم، لكنه دخل في غيبوبة تاني وفاء وقال لها أنا هموت بعد 5 دقايق يا كريمة، ادفنوني بكرة يوم الجمعة وجنازتي تطلع من ميدان التحرير. وقد كان مات فوزي يوم 20 اكتوبر سنة 1966، وكانت جنازته أشبه بمظاهرة حب، وتصلى عليه 3 مرات، الأولى في مسجد عمر مكرم والتانية في مسجد الحسين والتالتة في مسجد الكحلاوي بالبساتين بسبب الضغط الرهيب من الناس علشان يشاركوا في الجنازة. إسماعيل ياسين صاحب فوزي ما استحملش المنظر وأغمى عليه. يوسف وهبي اللي كان تعبان أصر يوصل فوزي لمثواه الأخير، كريمة مراته أغمى عليها ونقلوها لبيتها. محمد الكحلاوي هو اللي فضل يقرأ قرآن على قبره. محرم فؤاد أصر يشيل النعش بنفسه وأغمى على تحية كاريوكا وسرية حلمي ومديحة يسري 3 مرات. بتشير تقارير صحفية كتير إن بعض محبي فوزي سرقوا نعشه علشان شايفين إن الدولة ما عملتش جنازة تليق بيه، وحصلت مطاردة بين الخاطفين والشرطة لحد ما قدرت الشرطة تسترد النعش وتدفنه. مات فوزي وساب فن هيعيش كتير وراه، وساب وراه حكاية تتحكي كل شوية علشان الناس يترحموا عليه. وبكده تكون خلصت حلقتنا، يا ريت تقول لنا إيه رأيك وتشاركنا بمواضيع جديدة حابب نتكلم عنها، وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واتفرج على الحلقات اللي فاتت واستنى الحلقات اللي جاية.